السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يسعد لي وأكون إخواني وأخواتي معكم أخوكم عمران من قناة الثقافة الفرنسية بعيون عربية. اليوم حاب أحكي عن موضوع السيفي. رح نزل فيديو، هاي الفيديو الأول بيحكي بشكل مختصر عن السيفي، هاي للناس الأشخاص اللي بتعرف تعمل سيفي بس ناقصها إنه تاخد رابط موقع أو تاخد موقع بيعمل موديلات، بحيث إنه تاخد الموديل وهي بقى تكفي لوحدها. وانا رح اختمهم بهالموضوع هذا، رح اعطيهم افضل موقع ممكن يلاقوه على الانترنت على الاطلاق بفرنسا، اللي هو البول امبلوا نفسه عامله، بياخذوا منهم موديل بالدنيا وبيعملوا السيفي بكل بساطة وكتير سهل. والفيديو الثاني اللي حيكون هو للاشخاص يلي ما بتعرف تعمل سيفي ابدا، ان شاء الله رح نعمل فيديو ثاني مشان نعلمكم كيف تعملوا سيفي. يلا بسم الله اتكلنا على الله. اول شيء نفوت على جوجل، بعدين بنكتب هي بجوجل emploi-store.fr، فتنا عليها، بعدين بنحط على أول وحدة أول خيار، بعدين بفوتوني لهون. طبعا ما تنسوا إنه هذا من بول امبلوا. بعدين نشوف هذا الحقل بنكبس عليه وبنكتب هاي الكلمة الجملة، نكتب هاي الجملة أنا مسبقا كاتبها لهيك طلعت عندي حافظينها، هاي مو اللي تحت اللي فوق، هاي الطويلة هي آخرها PDF غراتوي ضروري. بعدين بنعمل انتر او متابعة حسب اذا كمبيوتر او موبايل، فوتونا بيعطونا 158 ريزولتا، 158 نتيجة عفوا. نحن في نتائج كتير، نحن بدنا ندور على هاي، نفوت على هاي هذا اول واحد. هلا هون طبعا شارحين انه بالتفصيل، يعني انه شلون بيكون السيفي، لا عفوا مو بالتفصيل، بشكل مختصر شلون بتعملوا سيفي. نحن بنفوت على هاي سي بارتي. هلا مفوتونا لهون، طبعا اول مره بيطلع معكم هيك، لازم ضروري انه قبل ما تفوتوا على كري اي مو سيفي، قبل ما تبلشوا بالكري اي مو سيفي، لانه اذا ضغطتوا عليها وين رح يفوتوكم على هي، لازم تربطوا حساب من الاربع حسابات هدول، لازم تربطوهم بهذا الموقع لحتى تقدروا تعملوا عليه سيفي. طبعا هو هذا موقع امن ومن البول امبلوا، لا تاكلوهم، عارف شلون. طبعا هلا انا بدي فوت على كونكسيو، لانه انا ديجا انا مسبقا عامل ايميل، يعني رابط ايميلي مسبقا وعامل حساب عندهم، فبعمل على كونكسيون، بضغط على كونكسيون. هلا بدي فوت على سو كونكتي افيك جوجل، بعدين بختار الايميل اللي تبع قناتي، طبعا فيكم تتواصلوا معي عن طريقه. طبعا هو دغري دخل لانه مسبقا انا عامله. هلا هون انا في هون نموذج مسبقا انا عامله، رح امسحه مشان اعيد من الصفر. طبعا احنا بيطلع لنا هاي اللوحة بعدين، طبعا هلا هون بيطلع عنا هيك بهالطريقة هاي. في عنا سيفي، في عنا ليتر دو موتيفاسيون. هلا الناس اللي بتعرف تكتب ليتر دو موتيفاسيون اللي عندها خبرة بس بتضغط على ليتر دو موتيفاسيون وبتكمل. احنا طبعا اليوم عم نحكي عن السي في مو عن لتر دو موتيفاسيون. هلا احنا هون عند السي في، هلا اول شيء هون لازم تختاروا يعني انه ليش بدكم تعملوا السي في، مشان شو، فيكم ستاج مثلا، ريشيرش سي دي اي، ريشيرش سي دي دي الى اخره. انا مثلا بدي اكتب ستاج، هاي ستاج، ستاج بشو مثلا. هلا انا مثلا عملي انا هيك يعني عم بقترح انه مثلا ستاج بالحلويات مثلا، بنضغط على هاي، فيكم تكتبوا اول حرف وبيطلع عندكم اول حرفين وبيطلع عندكم مثلا دغري، شايفين شلون. وفيكم اذا بتحبوا تكتبوا انتو يعني الكلمة ما بيأثر، باتيسيه ليكا، وبنعمل كريي لو دوكيمو. هلا فتنا هون، ملاحظة هامة هون فوق بيطلع اللقب الايميل اللي انت عامله. انا اول ما انا عامل اللقب الايميل تبعي الثقافة الفرنسية بعيون عربية، فاول ما اول مرة جربت طلع عندي الثقافة الفرنسية بعيون عربية هون، ضغطت عليها وطلعوا لي هي انه ما فيني انت هون، انه قالوا لي لازم اروح على مو كومت وغير هون، غير هي، عرفتوا شلون، تغييرين فقط لا غير، اكتم تغييرين ما عاد فيكم تعملوا شيء. بعدين تعملوا على متر اجور، تعملوا على متر اجور، تعملوا اوكي وبترجعوا خطوه لورا. رجعنا اعطوكم الاسم، لازم ضروري يكون الاسم مو لقب تبعكم تبع الايميل، لازم ضروري يكون الاسم تبعكم الحقيقي اللي يعني مكتوب على عفوا على الهويه. شغله تانية، الايميل تبعي انا عربي، يعني اللغه تبعه عربي. نحن بنحط على هاي مشان نعمله، مشان نعمل سيفي فرنسي،
عم بقولوا انه انتم من اي يعني اي بلد انتم حابين انه انتم عم تعملوا الايميل؟ نحن بنحط انه فرنسا. حلو. طيب هلا شو اللغة تبع السي في؟ فرنسي. نعمل على هاي كريي. هاي صار فتنا. وهلا اصدقائي، قبل ما انهي الفيديو حاب احكي على اخر موضوع، اللي هو موضوع هاي الموديل، موضوع الموديلات. انتو بعد ما بتخلصوا، اذا بتكون فيكم تغيروا الموديل، او قبل ما تبلشوا، قبل ما تخلص يعني قبل ما تبلشوا فيكم تغيروا الموديل. نضغط على هاي مثلا، نختار موديل هذا بمصاري بس في شي ببلاش. مثلا اخترنا هاد بهالطريقة هاي، ضغطنا عليه صار. شايفين كيف صار شكله؟ تغير. هاي كانت على اليمين، صارت على اليسار. ما عجبكم الموديل تضغطوا على هاي بيرجع، رجع. غيرتوا عقلكم ضغطنا على هاي رجعت، وهكذا. طبعا المعلومات الموجودة هون مو معلوماتي الشخصية، هي أمثلة هن حاطينها. بس هون هذا الإيميل تبعي. ايه صح. هيك بكون خلصت. بتمنى انه تشاركوا الفيديو لحتى تاخدوا اجر وثواب. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك مشان يصلكم كل جديد. وبتمنى انه تكونوا استفدتوا، وبشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات التانية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.